مرحبا بك معنا هدى مجد ضمن موقع اليوم 24. مرحبا بكم ورمضان مبارك لكم ولكاع المشاهدين. رمضان مبارك سعيد. اول سؤال ليا يعني هدى مجد، واش اول مره يعني كتخوضي تجربه تمثيل في مسلسلات كبيره في مصر؟ كانت البدايه يمكن في مسلسل كبير، ولكن كان ظهور خاص وصغير في 2015. هذه اول سنه فعلا كنخوض تجربه بادوار يمكن يكون عندها واحد الاهميه اكبر، وفي مسلسلات كبيره بحال المسلسل اللي غنقولوا عليه دابا. واخا اول دور ليك هدى مجد في مسيرتك، يعني في مسيره التمثيل في مصر، مثلتي دور في صوره يعني مثيره للجدل على المغربيات، يعني واش ما كانتش امامك يعني اختيار ثاني؟ لا، ما درتش حتى شي دور على المغربيات. الزئبق ما درتش على دور المغربيات. لا، انا طلعت طالعه بولنديه جاسوسة إسرائيلية، يعني طالعة شخصية أوروبية كتهضر بمختلف اللغات، بلاك طالعة إسرائيلية ما طالعاش مغربية نهائيا. وكان آمل بأن الممثل لازم يجسد جميع الأدوار. أنا ضد أن أي واحد يقول لك ممثل ما يجسدش الأدوار. كاين الأدوار، شنو هو الممثل؟ هو كيجسد أدوار موجودة في الحقيقة. ولكن هذا كان أول دور ليك، وكأنك يعني مغربية كتمثلي هذا الدور، هذا من النوع، يعني أنك مغربية كتمثلي مغربيات، يعني واش ما كانش اختيار اخر؟ ما رفضتيش هذا الدور هذا؟ ما حاولتيش انك تبدلي هذا الدور هذا من غير؟ لا 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 نهائيا. انا بالعكس، انا كندير مسلسل الحاله جيم طالعه فيه مصريه مذيعه تحارب الفساد، وفي مسلسل الزئبق طالعه جاسوسه اسرائيليه كتجند الناس، كتجند المصريين او كتفضحهم. بالعكس، ما شايفاش كان الدور هذا ديال الزئبق داير كان 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 معروض على فنانه مصريه مشهوره وكنعرفوها من وحنا صغار، والمخرج غير رايه. يعني هذا ماشي دور حيت ما لقاوش اللي غادي يديروا هاد الافكار، راه ما كايناش، ماشي حيت ما لقاو حتى شي واحد. كاينين مصريات عندهم استعداد يديروا جميع الادوار، وكاينين كما كاينين كاينش هاد الافكار. لا لا، بالعكس انا فرحانه بالدور ديالي في الزئبق بزاف. كنتمنى الناس من خلال اليوم 24 يشوفوه. واخا هدى، واش كانت عندك صعوبات في التمثيل في مصر وانت يعني بدون رصيد، يعني بدون ادوار يعني مسبقه؟ ما كانش عندك صعوبات قبل وانت كتقتحمي هذا المجال؟ طبعا صعوبات كبيره، هذا اصعب مجال. صعوبات كبيره، صعوبات اول حاجه في اللغه، في اللهجه. الحمد لله لانني تمكنت عليها، لانه صعيبه. حنا كلنا كيجبنا الله بان المغاربه كلهم كيعرفوا يهضروا بالمصريه، هذا غلط. ثاني حاجه صعوبات باش يكون عندك الكونيكشنز، باش تعرفي فين كاين الكاستينغ، باش ديري. انا العام اللي فات كيف ما الناس كيعرفوا، مشيت لامريكا درست تمثيل 6 شهور في امريكا ورجعت وكنحاول. بالعكس، الموضوع ماشي بسهوله نهائيا، الموضوع صعب. شنو هاد الصعوبات الاخرى اللي كانت واجهتك؟ يعني كيف ما قلنا هدى مجد، يعني كنت يعني بدون رصيد، يعني بدون واحد الباجاج اللي نقدروا نقولوا يعني ما سبقش لكم مثلتي قبل، يعني اقتحمتي هذا المجال هذا وفي مصر. فعلا هذا هو اللي هنا تكمن الصعوبه، لانك ملي ما كيكونش عندك رصيد باش الواحد يغامر بك ويعطيك دور، كتكون مسؤوليه كبيره على العاتق ديالي، على وكتكون الخوف من المخرجين وهذا. سكيفي الصعوبه كانت كتكمن انني نمشي ندير لي كاستينغ، وانا لي كاستينغ نقنعهم، يعني فعلا بديت من التحت باش نقنع الكاستينغ، وفي الكاستينغ نقنع المخرج. او كما انا درت هنايا فيلم اللي غادي نهضروا عليه يمكن من خلالكم ديال الفيلم اللي شاركت فيه مع الاستاذ نبيل عيوش الرازيه، حتى هو مشيت درت كاستينغ بحالي بحال الناس. وهنا فين كان هذه الحاجه اللي كتفرح، ماشي حيت انا كنعرف شي حد وصلني، ماشي باك شكون. واخا هدى مجد، يعني اجرك انت كفنانه سعيده يعني كيفاش كان؟ بصراحة في مصر أسعار جيدة، أسعار الـ 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 الأجر أجور جيدة ومعقولة بالنسبة للناس عاد بادية من الأول، خلافا على المغرب اللي فعلا ملي كتمشي كيعطوك شي كيسولوك على شي، ملي كيهضروا معاك لا برودكسيون باش يتفقوا معاك على الثمن في الحاجات البسيطة اللي حاولت نشارك فيها في المغرب كتخلع. يعني داكشي ضحل، مستوى ضحل، ما عندناش برودكشن في المغرب، كيعطيوك شي اسعار او شي اجور خياليه اللي ما يمكنلكش تقبليها، اللي ما غتوكلك ما غتشربك ما غتخلصلكش الكوافور باش تمشي ديري الدور.
واخا شحال وصل الاجر ديالك هنا في هاد المسلسلين اللي مثلتيهم مؤخرا؟ اكيد ما غنقولش. علاش؟ ودا مجد كنعرفوا انها صريحه وهذا يعني موضوع غير باش انه من لا لا، الموضوع ما كيخصنيش انا بوحدي، كيخص شركه الانتاج، وكيخص ماشي كيخصني انا. يمكن هما ما بغينش يقولوا الاسعار او الاجور ديال الناس اللي خدامه معاهم، ما نقدرش نقول. صعيب باش نقول، هي اجور معقوله ماشي واو، ماشي خايبه، لا معقوله جدا. يعني انا الحمد لله عاجبني الاجور ديال مصر مقارنه مع المغرب، زعما تعلقه يعني مزيانه معقوله، لانه ما خصنيش نقول خصناش نكونوا كنحلموا. انا مازال في البدايه، وبالنسبه للبدايه على الاقل كتحسي براسك بانك في البدايه عطاوك فرصه وعطاوك اجر معقول. اما في بلدان اخرى كتحسيهم ما كيعطيوك لا فرصه ولا اجر. نعم معقوله. هدى مجد، يعني شنو السلاح اللي استعملتيه يعني باش توقفي في افلام مصريه كبرى وانت مازال في البدايات ديالك؟ الموهبه. والموهبه منين اكتسبتيها؟ موهبة الله سبحانه وتعالى، هذه وحده. والموهبه خصنا نشتغلوا عليها ونجتهدوا عليها. انا عارفه راسي بانني شحال من مره كيبداو يقولوا لي زعما يو فيري تالنتد، موهوبه، الناس اللي هذا، كنقول لهم ما يمكنش. انايا مازال كنشوف راسي مازال خصني نجتهد، وكنتفرج في الافلام بزاف. مشيت لامريكا، خسرت الفلوس، خسرت الوقت، جلست 6 شهور بعيد على الاهل ديالي باش نتعلم واحد الحاجه، رغم ان الدراسات ديالي كما كتعرفوا انا عندي باشلر ديجري وماسترز في الام بي اي، انا بعيده تماما عن الدراسات ديالي على الفن. واخا درت واحد الجهد، ومن خلال اليوم 24 كنوجه رساله للناس اللي عندها واحد الحلم بانها تسقلها بالدراسه، لانه الموهبه وحدها لا تكفي. وترتيني اول مره شي واحد كيوترني. هدى، في المغرب كانت هناك معاناة كبيرة لإثبات الذات أو لإثبات نفسك في المجال الفني. شنو هي أسوأ المواقف اللي تعرضتي لها؟ أسوأ المواقف هي مني كتحس بأنه الإنسان ما غاديش يعطيك فرصة حتى يستغلك، وخصوصا أنك تكون بنت. هذه أسوأ المواقف اللي تعرضت لها، لأنه المجال الفني فعلا ماشي بحال الناس، ماشي غير إشاعات. المجال الفني بحاله بحال أي مجال، أو أكثر شوية أنه البنت كتتعرض لضغوطات، أو كتتعرض أنها خصها تقدم واحد التنازلات، لأنه مجال متوحش. مثلا الضغوطات والتنازلات اللي تعرضت لها او اللي تنازلتي عليها هدى مجد باش انك توصلي او باش ترسمي المسارك الفني؟ ما كنتنازلش، واللي كيقدم تنازلات كيبقى في بلاصتو، عمره ما كيزيد. مادام عندك واحد الموهبه كيكون باش تكملي صعيب، وكيكون ستريس عالي، ولكن في الاخر غتوصلي. يمكن غتوصلي معطله متاخر، ولكن غتوصلي. احسن ما ديك الانطلاقه الصاروخيه ومن بعد الواحد لا التنازلات عمرني ما غنتنازل. يمكن هذا هو اللي عطلني في المشوار. انا بان هذه سنين وانا كنحاول، ويلا هاد اول سنه كنجني ثمار هاد المحاولات، لانه كنت كنقدم تنازلات. يمكن كنتم شفتوني نجمه كبيره في سماء المغرب وبرا. ان شاء الله ممكن تكوني فنانه صاعده عامه قريبه، علاش لا. هدى مجد، العديد من الفنانات المغربيات صاعدات كيتشكاو دائما الابتزاز في بدايه مشوارهن. يعني واش سبق لك تعرضتي هدى مجد لهذا النوع من الابتزاز؟ اي نوع من الابتزاز؟ كاين ابتزاز، كاين تحرش، كاين العديد من الامور كيتعرضوا لها فنانات مغربيات او فنانات عربيات باش وعالميات بيان سيغ. يعني شنو هو، واش سبق لك تعرضتي لهذا النوع هذا من الابتزاز هدى مجد؟ طبعا ما يخلاش الابتزاز كاين، و في الاول كان كيحز في نفسي، وكنت كنتعصب، وكنت كنقول علاش دخلت راسي في هذا المجال هذا باش نحط راسي في مواقف صعيبه بحال هكا. مي مع الوقت كتبدي تقولي مشكلتهم ماشي مشكلتي، وكتعرفي بانهم هما تحطوا للاسف الشديد، تحطوا في واحد البوزيشن او في واحد لا بوزيسيون ديال القوه، ديال انهم كيقدروا يبتزوا. والاسف اللي كيخليني نتاسف اكثر هو بعض البنات ساذجات او اللي باغين يوصلوا باي طريقه، اللي كيحاولوا معاهم وكينجحوا، فبالتالي كتولي المحاولات مستمره مع اي واحد كيتلاقاو به. واخا قلتي لنا تعرضتي للابتزاز، امتى تعرضتي للابتزاز وفين؟ واش خارج ارض الوطن او لا في مصر؟ في وانت كت
تأدي الأدوار ديالك يعني في مصر أو هنا في المغرب؟ تعرضت للمواقف في المغرب وتعرضت لها في مصر، ولكن ماشي وأنا كنأدي الأدوار ديالي، لأنه اللي كيعرضك الابتزاز عمره ما كيعطيك دور، أو كيعطيك دور المجال الفني كله كيكون عارف بأن السمعة ديالك كلها في الحضيض، حتى شي حاجة ما كتخبى. الحمد لله الناس اللي خدمت معهم في مصر ناس بروفيشنال بزاف بزاف بزاف، سواء كان مسلسل حالة جيم أو مسلسل زيبق، وكنشكرهم أنهم عطوني هذه الفرصة من خلالكم، نشكرهم على هذه الفرصة وعلى أنهم وضعوا في الثقة ديالهم، رغم أنني أنا لا مصرية وكما قلتي ما عنديش رصيد فني اللي غادي يجيبوا شي وحدة أجنبية باش تدير أدوار، وأدوار كتديرها مصرية كما قلت لك في الحالة جيم تابعوني أنا طالعة في دور مذيعة مصرية تحارب الفساد، كنشكرهم. واللي كيبتزك ما كيكونش بروفيسيونيل. هدى مجد، اخر اعمالك كانت مع المخرج نبيل عيوش. نبيل عيوش رغم انه يعني مخرج مثير للجدل، وشفنا الفيلم ديالو مؤخرا اللي كان دار جدل يعني مثير، واش نقدر نقول هذا الفيلم هذا اللي مثلتيه هو نوع من هذه الافلام اللي سبق ودارها، او لا فيلم من نوع اخر؟ بصراحة أنا ما قريتش السيناريو كامل باش نحكم عليه، ومنين درت الكاستينج كنت درت كاستينج بحالي بحال الناس، ومن بعد شفت المخرج الكبير نبيل عيوش في نهار التصوير، وإنسان رائع جدا 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 جدا، مخرج بروفيشنال وحرفي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما عمرني ما حسيتش بأنه كيفرق ما بين الناس اللي كيخدموا معاه، وأنا فخورة جدا بهالتجربة هذه، وعجبتني شهادته فيها، لأنه في الآخر قال لي أنا فرحان بيك وإن شاء الله نخدمه في دي بروجي إن شاء الله في المستقبل، وما كنظنش نهار يقدر المخرج نبيل عيوش يطلب مني نخدم معاه في شي بروجي نقول له لا، لأنه فعلا فعلا حرفي بزاف وتعلمت منه بزاف، وكيبدا يعاود ويعاود يعني perfectionist كيبغي الكمال، ومن خلال التجارب البسيطه ماشي كاع المخرجين كيبغيو الكمال بهذه الدرجه، يعني انا تزاد لي في الرصيد ديالي انني خدمت مع مخرج بحال نبيل عيوش. واذا طلب منك نبيل عيوش باش انك تمثلي دور من الادوار اللي تكون مثيره للجدل، الادوار اللي هي جريئه، واش هو دمج تقبل او لا؟ ديما كنقول ديبيندز، انا ما تفرجش على المسلسل الفيلم ديال المخرج نبيل عيوش اللي اثار الجدل باش نحكم، اكيد عندي دي ليميت كممثله، ولكن ديما نحاول نفسر للناس بان المخرج مره لان الممثل مره واحده اخرى كيجسد ادوار كاينه في الواقع، اكيد عندي حدود ديالي غادي نوصل لها، ما يكونش حاجه فيها اسفاف، ما يكونش فيها شي حاجه كتبان مبتذله، ما تكونش في حاجه موضوع على مجرد الابتذال وكتفوق حدود الخيال ديال المتفرج العربي، ولكن كما نقدر نطلع وحده غنيه، نقدر نطلع وحده شفاره، نقدر نطلع وحده بنت الليل، نقدر نطلع وحده صافي با دير بانني انا في الحقيقه دايره بحال هكاك، ولكن انا مادام اخترت هذه المهنه ما غاديش نبقى نتشرط، نبغي نبقى في قالب واحد حياتي كلها، يعني انا مثلا دابا في مصر كنحاول ما امكن انني باغا نطلع في دور فتاه شعبيه من حاره مصريه، لانه ما باغاش نبقى في ذاك القالب ديال بنت لابسه زوين ما كتعتمد على الشكل ديالها وصافي، ما عرفتش الا كان الدور مناسب وما فيش كما قلت لك اسفاف وابتذال علاش لا. رمضان مبارك على كاع المشاهدين والمتابعين لصفحه اليوم 24، وكنتمنى لكم ايام بهذه الايام المفترجه تكون ايام جميله، وربي يحقق لكم كاع امانيكم واللي كتمناوه، ودائما المغرب المحتضن لينا يبقى اللي كيحسدونا عليه بزاف الناس يبقى امن وزوين وسالم تحت عباءه صاحب الجلاله الملك محمد السادس. شكرا لكم. هدى مجد.